لا ما كناش متوقعين تصير حرب ولا كنا متوقعين يصير شيء. صحينا على صواريخ، كنا نايمين صحينا عليهم. احنا كل حرب بنطلع نفس كل سنتين القصة هي ما فيش أمان. يعني كل فترة منسيب أراضينا أو منسيب أوعينا أو منسيب دورنا، يعني في آخر تصعيد انقصفت الضربة. إذا نرجع من أول وجديد لنقطة الصفر. الناس كلها طلعت والصواريخ والقصف فوق روسنا، وولاد صغار معنا، وين نروح الولاد صغار في الليل؟ لا اطلع على البدري خذنا خمسة عروض ما عارفين ايش بيصير. يعني طلعنا على البدري في النهار احسن ما نطلع في الليل.